بدور على الوادي لقيت الفيديو ده للرئيس السادات في وادي الراحة وزيارة قام بيها قبل وفاته الله يرحم الجميع، قلت لازم نشوفه سوا. من أرض مصر الطيبة تلك البقعة التي خصها الله سبحانه وتعالى بفضل عظيم حين تجلى للجبل وعلم رسوله الكتاب والحكمة كما شاءت الإرادة الإلهية أن يكون هذا جزء من العالم مهبط الرسالات السماوية ومهد ديانات التوحيد تجسيدا لوحدة المسيرة الإنسانية الخالدة على مر العصور وترسيخا لأسمى القيم التي اهتدى إليها الإنسان عبر تاريخه الطويل، وهي قيم التسامح والتعايش بين البشر أجمعين. الله يرحم الرئيس السادات اللي ذكرى وفاته 36 كمان أيام إن شاء الله يوم الجمعة الجاية، وكان من أول الناس اللي اهتمت بزيارة بقعة مقدسة زي دي. كل ده بيأكد كلامنا طيبين، سينا مهمة في تاريخ البشر وتاريخ الرسالات وتاريخ التسامح، ومن هنا كانت حربهم علينا في 56، ومن هنا كانت 67، وكان ردنا عليهم في حرب استنزاف وحرب أكتوبر، وكانت رؤيتهم إنهم يطلقوا علينا وفق خطة مستشرقهم التكفير المتطرف تحت كل اسم ولون، أنصار بيت المقدس، جماعة إسلامية، داعش، سلفيين، إخوان. والحقيقة الفعل واحد، حرب باسم الدين زور وبهتان في أرض شهد ربي إنها أرض مقدسة، مش لمسيحي ولا مسلم ولا يهودي، لكن للبشر كلهم. ومن هنا كانت حرب على الإرهاب أيا كان اللي مموله أو بيحركه، وإياك تصدق إن ليها علاقة بالإسلام، إياك تصدق الخدعة والخية اللي بيرسموها لنا في كل أنحاء العالم، إياك تصدق إن الدين ممكن يكون نزل علشان الإساءة للإنسان أو وضعه في أزمة إطلاقا، الدين نزل علشان رفاهية الإسلام. ده المعلومة اللي لازم طول الوقت كلنا نرددها، الدين نزل لإعمار الأرض، لرقي الإنسان، لسلوكه، لسمو روحه. الدين